نلقي نظرة مشاهدينا الآن على المؤشرات الأوروبية بعد أسبوع جيد جدا. نرى الأسواق اليوم على تراجع في بعض الأرقام المخيبة أو نتائج المخيبة التي سمعناها من شركات قيادية من ضمنها هولسيم. فوتسي إذن على تراجع بنص نقطة مئوية، والكاكاراوت أيضا متراجع بنص نقطة مئوية. في العملات ما زلنا نتحدث عن قوة للدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي للأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا وسهلا بك. إذن القصة ما زالت قوية فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، أرقام اقتصادية أيضا سمعناها قوية في نهاية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، Consumer Confidence، أيضا أرقام عن المصانع. بالتالي إلى أي مدى هذه الأرقام تدعم توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة وستدعم الدولار الأمريكي في هذه المرحلة؟ نعم، الأرقام التي شهدناها الأسبوع الماضي على الأقل منطقة المستهلكين هي كانت أحد أهم الأسباب لارتفاع الدولار من جديد، لكن شهدنا مرة أخرى انخفاض في الكونسيومر كونسومشن أو اللي هو الاستهلاك وأيضا في الإنفاق. هذا الشيء الذي قد يعود على الناتج المحلي الإجمالي بالتعديل نحو الأسفل مرة أخرى إلى حوالي 20 النقطة المئوية تقريبا، لكن الأهم أن ننتظر الأرقام الباقية وهي التي ستكون خصوصا من الإنفنتوريز أو اللي هي المخزونات. هذه من جهة. الدولار الأمريكي أيضا ارتفع بفعل أو الشكر الكبير يعود اللي بنك اوف جابان او البنك المركزي الياباني الذي لم يستطيع ان ينتظر ولو حتى اسبوع او اسبوعين تقريبا ليقوم باعلان تيسير كمي جديد بواقع 20 تريليون ين ليصبح 80 تريليون ين على المستوى السنوي. هذا الشيء الذي ادى الى قوه كبيره في الدولار امام جميع العملات العالميه. ايضا خلال فتره تداولات الصباح اليوم وخلال فتره التداولات الاسيويه كان لدينا ارقام من الصين، المزيد من التباطؤ حتى من استراليا، شهدنا انخفاض في طلبات تصاريح البناء بحوالي 11% انخفاض أو انخفاض على المستوى الشهري وهو أسوأ مستوى منذ العام 2011. هذه جميع كل هذه الأرقام وجميع هذه العوامل تؤدي من جديد إلى المزيد من الارتفاعات في الدولار الأمريكي. هذا الشيء في الغالب ما سيستمر، لكن بالنهاية لا نعتقد أن يكون هناك في رفع لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل، على الأقل حتى يمكن نهاية العام المقبل. هذا إذا فيما لو شهدنا بالفعل تحسن بقطاع الإسكان. دون وجود أي تحسن لقطاع الإسكان لن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة. لنتوقف بعد الشيء عند الين الياباني، المزيد من الخسائر هناك. الدولار يقف عند أعلى مستوياته في 7 أعوام. اليوم نتحدث فقط عن مكاسب تفوق 1% للدولار أمام الين. بالطبع ما ساهم بشكل أساسي بهذا الضعف للين الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلن عنها بنك اليابان. بالتالي ما هي المستويات المستهدفة للين الياباني؟ وين ممكن أن نصل؟ طالما هناك المزيد من التيسير الكمي سيكون هناك المزيد من الضعف في العملة. بهذا الشيء البسيط، إن كنا نذكر منذ متى بدأ التيسير الكمي في اليابان، هو بدأ من العام 2000 حتى اليوم، لكن إلى الآن لم نشهد هذه الإجراءات الإيجابية أو حتى التأثير الإيجابي على الاقتصاد الياباني بشكل كبير. الآن مستويات 115 في الين مستهدفة، فيما لو اخترقناها لن يكون هناك استبعاد لمستويات 1.20 تقريبا. أيضا هذا المستوى يعتبر من الممكن أن يصل إليه خلال الأشهر، قريب 6 أشهر إلى 12 شهر. هذا أيضا ممكن فيما لو كمان استمرت السياسة على ما هي عليه، لأنه المزيد من التيسير الكمي بهذا الشكل وهذا الشكل الكبير بالنسبة لليابان على مدار أكثر من حوالي 14 سنة لن يفيد على المدى الطويل. بالعكس سيكون هناك فيه له أثر سلبي من جديد، لأنه سنشهد العديد أو ارتفاع في معدلات التضخم بشكل أسرع من التوقعات، بينما سيؤثر ذلك سلبا من جديد على معدلات النمو. نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وقفة مع فاصل، نتابع من بعدها أيضا